يبقى معنا نقطة أخيرة أو مسألة أخيرة، وهي إذا عرفنا ذلك، إذا عرفنا ما مضى، فما الفائدة من هذا الباب؟ ما الفائدة من دراسة هذا الباب في أسباب النزول؟ نقول أسباب النزول عرفت وهي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما الحاجة إلى أن نبحث هذا الأمر؟ نقول الأمر على خلاف هذا التصور، بل هو مبحث عظيم مهم، والفوائد فيه كثيرة، لكن نجملها في أهم هذه الفوائد. فأول هذه الفوائد معرفة حكمة التشريع، وأن فيه رعاية لمصالح الأمة، سواء كانت بمصالحها مجموعة أو لمصالح بعض أفرادها كالأسرة ونحوها. وذلك متمثل في مثل قصة المجادلة حينما جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ظاهر منها زوجها، وهذا خلل في الأسرة أن يظاهر الزوج من زوجته، والله جل وعلا وصفه بأنه منكر من القول وزور هذا الظهار. فإذا وقع بين الزوج وزوجته فإن هذا سبب ولا شك في تفريق الأسرة وإثارة الشحناء والبغضاء، بل قد يؤدي إلى انفصال هذه الأسرة. ولا شك أن الشارع الحكيم يريد الاجتماع لا الافتراق، ويريد التآلف لا التباغض. فلذلك كان من حكمة الله جل وعلا أن أنزل هذه الآية يبين فيها كفارة الظهار رحمة بالأمة، فلو لم يكن هناك كفارة لتعلقت أمور الناس. إذن هذا دليل واضح على أن معرفة أسباب النزول يعرف من خلالها حكمة التشريع وما جعل الله في ذلك من مصالح للأمة الإسلامية بمجموعها. من الفوائد أيضا في هذه المسألة أن معرفة أسباب النزول يعين على الفهم، معرفة أسباب النزول يعين على فهم الآيات وإزالة اللبس الذي قد يتطرق في معرفة هذه الآية. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: معرفة أسباب النزول يعين على فهم معاني الآيات، لأنك إذا فهمت السبب فهمت المسبب. ولذلك يقول يعني شيخ الإسلام: ولذلك قال الفقهاء إن الحالف، أي الذي عقد اليمين، إن الحالف إذا نسي أو لم يعرف نيته في هذا الحلف فإنه ينظر في السبب الذي هيج هذا الحلف وأثاره، فمعرفته تكون دليلا واضحا في نيته، فتنظر لماذا حلف، هل هو حلف يريد به اليمين أو يريد به الطلاق، هذا تعرفه من السبب. فشخص يقول لزوجته: لا تخرج من البيت، لا تخرجي من البيت، إن خرجت فأنت طالق، أو إن خرجت فتحرمين علي. فهذا الحالف قد ينسى، إذا سألته تقول: ماذا تنوي بهذا، هل أردت به الطلاق أو أردت به اليمين، يقول: لا أدري. فأنت تنظر في السبب، فإذا نظرت في السبب فإن السبب هنا هو أنه لا يريدها تخرج، ولم يريد الطلاق لذاته، لكن هو لا يريد زوجته أن تخرج بغير إذنه. فإذا هو وضع هذا اللفظ من باب التهديد والوعيد، وكأنه صار يمينا. فبمعرفة السبب عرفت حينئذ نية هذا الحالف. إذن معرفة أسباب النزول مهمة في معرفة هذه الآية، وذلك نبينه من خلال مثالين، وإلا فالأمثلة كثيرة. مثلا قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية قد يفهم جمهور من الناس أن معناها أن الإنسان أينما وجه وجهه في الصلاة فإنه ثم وجه الله، يعني صلاته صحيحة، صليت إلى الشمال أو إلى الجنوب أو إلى الغرب أو إلى الشرق فصلاتك صحيحة،
أليس هذا هو ظاهر الآية؟ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قد يتبادر إلى الذهن أنه لا يشترط استقبال القبلة، فأي حيثما صليت فصلاتك حينئذ صحيحة، لأن الله يقول فثم وجه الله، هذا معنى يتبادر إلى الذهن. لكن حينما تعرف سبب نزول هذه الآية يزول عنك هذا اللبس ويتضح لديك المعنى أكثر. فهذا ورد فيها سببان، الأول ذكره الواحدي في أسباب نزوله، وبين ذلك من خلال حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هو وبعض الصحابة في سرية، فجاء وقت العشاء وكان ذلك في ظلمة شديدة فلم تتضح لديهم القبلة، فصار كل منهم يصلي حسب اجتهاده ويضع خطا في الجهة التي صلى عليها، فلما أصبحوا وجدوا أنهم صلوا إلى غير القبلة، فأنزل الله جل وعلا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فاتضح من خلال معرفة هذا السبب هو أن الإنسان، أن الآية ما نزلت في أنك تصلي إلى أي وجهة، وإنما نزلت فيما لو كنت في مكان وتحريت القبلة باجتهادك ثم تبين لك بعد ذلك أنك صليت إلى غير القبلة، فحينئذ يكون المعنى هنا تكون صلاتك صحيحة. وأوضح من هذا السبب وأصح هو ما رواه ابن عمر كما جاء في مسلم، عند مسلم في الصحيح وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في أسفاره حيثما توجهت به، فأنزل الله جل وعلا ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. فتفهم إذن إذا سمعت هذه الآية وعرفت سبب النزول فإنك حينئذ تفهم أمرين، أنك إن اجتهدت في معرفة القبلة في مكان ما في سفرك ثم تبين لك أنك على خلاف هذا الأمر فإن صلاتك حينئذ تكون صحيحة. ويفهم منها أيضا أنك إذا صليت على راحلتك في السفر، تنفلت على الراحلة ومالت بك يمينا ويسارا خلاف القبلة، فصلاتك حينئذ صحيحة. فإذا الآية ليست على إطلاقها وليست لكل أحد، وكذلك أيضا الاجتهاد في معرفة القبلة ليس لكل أحد، فما يصح شخص يصلي هنا ثم يأتي ويسأل يقول تبين لي أنني لم أتجه إلى الكعبة، فاجتهاده هنا لا ينفعه لأنه لا يقبل الاجتهاد داخل الحرم، بل لا بد أن ترى عين الكعبة، والاجتهاد إنما يكون إذا عدم النص، وهنا أمامك مثل النص، يجب عليك أن ترى الكعبة وتعرف أنك متجه إليها. فلو جاء شخص في هذا المكان وقال أنا اجتهدت ما انتبهت فبعد الصلاة وجدت أنني منحرف يمينا أو يسارا، فنقول أعد صلاتك. فإذا أيضا لا تدل على أن كل اجتهاد يعد مقبولا في مثل هذا. طيب هذه هي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أن معرفة أسباب النزول يسهل الفهم وييسر الحفظ للقرآن، وذلك بربط الأسباب بمسبباتها والمعاني بأصولها، فإن هذا الربط يجعل المعنى يتبادر إلى الذهن مباشرة لطالب العلم من خلال معرفة هذه الآيات، بل في التدبر كذلك حينما تقرأ قول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك، ويتبادر لذهنك هذه القصة، وتقرأ أيضا قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، وتقرأ قوله تعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله إلى آخره. معرفة أسباب النزول تعين على فهم وتدبر القرآن، وهذا مبحث مهم، بل هو حتى في من النواحي النفسية عند علماء النفس يسمون هذا بعبارة تداعي المعاني. تداعي المعاني حينما أقول لك مثلا أذكر لك نصا، آتي بكلام يتبادر إلى ذهنك قصة معينة مشابهة لذلك، فإذا حينما تمر عليك الآية يتبادر إلى ذهنك وتتداعى المعاني حول هذه الآية من أسباب النزول وما يتعلق بها إلى ذهنك. فهذه إذن من فوائد معرفة أسباب النزول، وهذه بالذات تكون لا يلزم أن تكون للعالم الذي يدرس، وإنما تكون للإنسان العامي لتعينه في تلاوته وقراءته وتدبر معاني القرآن. كذلك من فوائد هذه المسألة
أن معرفة أسباب النزول يحدد حقيقة من نزلت فيه الآية، فيبرئ البريء، يعني بحيث ما يتهم البريء ولا يبرأ المتهم. كيف ذلك؟ قد يأتي شخص ويقول مثلا هذه الآية وهي فيها ذم نزلت في أبي بكر، فيتهمه، أو مثلا آية فيها مدح فيقول قائل هذه الآية نزلت في أبي بن سلول. فمعرفة أسباب النزول يرفع هذا المعنى، يرفع هذا المعنى، فلا يتهم البريء ولا يبرئ المتهم. فنقول والذي تولى كبره منهم نزلت في أبي بن سلول، ما نبرئه وننسبها إلى صحابي، بل نجعله في هذا الرجل المنافق، لأن هذا هو سبب النزول الحقيقي. هذه صورة. الصورة الثانية تبريء المتهم، مثاله ما رواه البخاري أن مروان بن الحكم وقد كان واليا على الحجاز في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه قام فخطب يوما ما، فتحدث بكلام يومئ فيه أو يشير إلى الحث على مبايعة يزيد ابن معاوية للخلافة بعد وفاة أبيه، فقام عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما فقال كلاما أغضب مروان، فطلبه مروان بن الحكم وقال خذوه، فذهب عبد الرحمن إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، إلى بيت عائشة، فاستحيوا وخافوا أن يأخذوه من بيت عائشة، فقال مروان على المنبر هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخرج إلى آخره، فسمعت عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك فقالت والله ما أنزل الله فينا شيء إلا تبرئتي، ما أنزل الله فينا يعني أهل البيت شيئا إلا تبرئتي. فهنا نفت ورفعت اللبس عن هذا المتهم وهو بريء، وهو عبد الرحمن ابن أبي بكر. وجاء في بعض الروايات أنها قالت إنما أنزلت في فلان بن فلان ولم تسمي هذا الراوي، ولذلك أخذ بعض المفسرين رجحوا أن هذه الآية لم تنزل في شخص بعينه، وإنما هي عامة لكل أحد يعق والديه ويقول لهما مثل ذلك أف لكما، ولا تقول لهما أف ولا تنهرهما. فإذن هنا هذه رواية في البخاري، عائشة بتبيين سبب النزول رفعت اللبس، وإلا لا فهم الناس من مروان أن الآية نزلت في عبد الرحمن، فحين يكون قدحا. ولا شك أن نسبة الشيء إلى غير موضعه ينبني عليها أشياء، منها أولا عيب عبد الرحمن بن أبي بكر، إعابة له إذا نسبت هذه الآية له بأنه هو الذي قال لوالديه، ومن هم، من هما والداه؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول له هذا الكلام وأسمى، ما يمكن. فإذا معرفة هذا المعنى يرفع التهمة عن البريء، يرفع التهمة عن البريء. هذا من فوائد معرفة أسباب النزول. فائدة أيضا في ذلك، وهي أن هناك ما يسمى بقاعدة في التفسير، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني إذا حينما يأتي شخص لنفرض أن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر التي مضت، فإذا جاء شخص وقال لوالديه أف لكما، وجئت قلت لا تقول هذا الكلام لأن الله نهى وأتى بهذه القصة، فيأتي يقول لك العبرة بخصوص السبب، هذه نزلت في عبد الرحمن، فتقول له أنت العبرة بعموم اللفظ لأن المعنى واحد، ليس المنهي عن قول أف هو عبد الرحمن، بل الجميع وإن كانت نزلت في عبد الرحمن، كما أن الظهار ممنوع وإن كانت هي نزلت في قصة خولة، فالظهار ممنوع. إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها،
بل خص منها بعض أهل العلم بعض الأشياء، خص منها بعض أهل العلم بعض الأشياء. ومن ذلك ما جاء، ما ثبت في الرجل الذي رمى بنفسه في حديث أبي أيوب، رمى بنفسه في الصف، في صف المشركين يقاتل حتى قتل، فقال الناس، قال بعض الناس قتل نفسه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأجاب أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وبين أن هذه إنما أنزلت في من امتنع عن النفقة الحج، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. فهنا رأى أن الاستدلال الإلقاء بالتهلكة ليس بهذا المعنى، وإلا لو قالوا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فهذا المعنى أعم، لكن في هذه الآية لها سبب. ومثال آخر لهذا ما رواه البخاري أن مروان بن الحكم أشكل عليه قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، فاستشكل عليه وأرسل رجلا إلى ابن عباس ليسأله ويقول له إذا كان كل من أحب أن يمدح له هذه العقوبة فسنعاقب أجمعون. فقال ابن عباس ما لكم ولهذا، هذه أنزلت في نفر من اليهود سألهم النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فعموا عليه وأجابوا بغيره فاستحمدوا هذا الفعل، فرحوا بهذا الفعل وبما كتموا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقرأ قول الله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فقالوا هذه الآية جاءت في هؤلاء فليست إذن لا يؤخذ فيها عموم اللفظ وإنما هي خاصة بهذا، وإن كان بعض أهل العلم رجح قاعدة العبرة بعموم اللفظ مطلقا وجعل قصة ابن عباس هذه مخصوصة بشيء معين يعني لها إجابة، وإلا فكل من أحب أن يمدح بما لم يفعل فهو داخل في هذه الآية، فهو داخل في هذه الآية. إذا كان الإنسان يعمل العمل ليمدح فيكون رياء وهو قد عمله، فكيف بمن لم يعمل ويفرح بما لم يعمل؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فائدة كم، خامسة أو سادسة؟ سادسة. فائدة سادسة، هناك ما يعرف بالخاص والعام في الكتاب والسنة، يقال هذه الآية عامة وهذه الآية خاصة وهذا الحديث عام وهذا الحديث خاص، وهو معروف في الأصول أصول الفقه الخاص والعام، باب الخاص والعام. الأصل أن العام يؤخذ على عمومه إلا إذا جاء مخصص. هناك جزء من هذه القاعدة مسألة، وهي أن الخاص، أن العام عموم الآية باقي على ما هو عليه وإن جاء مخصص في جزء من أجزائها، وذلك يتضح بالمثال. قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا والآخرة. فهنا عموم الآية يدل على أنه ملعون الذي يرمي المرأة المحصنة المؤمنة الغير متهمة، فهو ملعون وله عذاب أليم. وظاهرها أنه حتى لو تاب لا تقبل توبته، هذا ظاهر هذه الآية. وفي الآية التي قبلها في بداية السورة والذين يرمون المحصنات ثم لم يرتوا بأربعة شهداء فاجلدوا
فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم، إلى أن قال إلا الذين تابوا. فبين أن الذي يرمي المحصنة إذا تاب قبلت توبته، إذا تاب قبلت توبته. طيب، الذي رمى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما رمى عائشة، لأن هذه الآيات في سورة النور وفيها قصة الإفك، فمن رمى عائشة قالوا لا تقبل توبته. وإن كان الآية الأولى مخصصة، لكنها مخصصة في غير أزواج النبي، فيقال تقبل التوبة في كل من رمي إلا من رمى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.